هي أنه تدخل شركات أخرى مع شركة النقل البري. يعني النقل البري هو الناقل الوطني. نعم. وبالتالي تكون عنده فد ميزة معينة. نعم. فمن يصير العقد مع شركة الناقل الوطني عنده فد ميزة معينة ضمن الموازنة لـ 2019 اللي هي حتلو 10% للسعر التخميني أو 20% حسب المنتج والخدمة، هذا جانب قانوني. لأنه المؤشر هذا أنه تعطى لشركات أخرى من الباطل، خلينا نسميه عقد. أها. وهذا ليس واردا في العقد الأصلي. يعني مو واردا أو ماردا، قلت لك هذا تابع لشركات وقديم، بس أنا من الملاحظات اللي أشرتها، ولهذا الموضوع راح لديوان الرقابة المالية بدون رأيهم به. طيب أكون